تن عرش ارمس بابا اباطا ودرس نم بنيوت ابسكوبوس ابا مارتيرو اوس امشو اوي صاري اموت نانم بيكو مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا مسيح يسوع ربنا لك الملك شرفنا تاني وزمهم يشرفنا على طول نيافه الحبر الجليل انبا مارتيروس أسقف عام كنائس مونتريال تشيسك حديث بدأ بعد غيبة كده طويلة مش كده برضه وبعد اشتياق وليه وحشة طبعا وأكيد وحشكم يعني كتير وحشنا التأملات والدراسة بتاع سفر يشوع ربنا يديم كهنوت ونقول له كل سنة ونيافتك طيب سنة جديدة للشهداء السبت الجاي بإذن الله يبقى عندنا كده سهرة من الساعة 6 للساعة 11 بالليل يوم السبت الجاي ويوم الحد عيد النيروز قداسين عاديين كل سنة وانتم طيبين حللنا يا سيدنا تفضل باسم الآب والابن الروح القدس لان واحد آمين شكرا جزيلا أبونا موسى وأبونا مينا وأبونا أنطونيوس وأبونا بولا ربنا يباركهم ويقويهم ويعوضهم كل الخير وبنعمة ربنا يسوع المسيح نكمل تفسيرنا في سفر يشوع ابن سيراخ احنا وصلنا للإصحاح 19 هناخد نص الإصحاح الأولاني من الآية 1 ل 12 يقول العامل الشريب لا يستغني والذي يحتقر اليسير يسقط شيئا فشيئا الخمر والنساء تجعلان العقلاء أهل ردة والذي يخالط الزواني يزداد وقاحة السوس والدود يرسانه والنفس الوقحة تستأصل من أسرع إلى التصديق فهو خفيف العقل ومن خطئ فهو مجرم على نفسه الذي يتلذذ بالاسم يلحقه الوضم يلحقه الوسم والذي يكره التكلم يقلل الذنوب الذي يخطئ إلى نفسه يندم والذي يتلذذ بالشر يلحقه الوسم لا تنقل كلام السوء فلست بخاسر شيء لا تطلع على سرك صديقك ولا عدوك ولا تكشف ما في نفسك لأحد وإن لم تكن فيك خطيئة فإنه يسمعك ثم يرصدك ويصير يوما عدوا لك إن سمعت كلاما فليمت عندك ثق فإنه لا يشكك الأحمق الأحمق يمخض بالكلمة مخاض الوالدة بالجنين الكلمة في جوف الأحمق نبل مغروس في فخذ لحيمة يعني معظم القراءة زي ما انتوا شايفين ان الإنسان ممكن يرتبط بخطيتين يعني أو تصرفين يؤدوا به إلى فقره ويؤدوا به إلى فقدانه للحياة الأبدية وأمامهم حيرس السوس والدود زي ما هو قال يشوع بن سيراخ
يقول في أول آية العامل الشريب لا يستغني. لا يستغني يعني مش هيبقى غني، يفقر. تلاقي الإنسان المدمن بعد ما كان معاه فلوس كتيرة، وبعد ما كان حاله كويس ويعني أسرته متكفية كويس، تلاقيه بيفقر، وده بيرتد على حال الأسرة بتاعته، لأن الإدمان الإدمان وليكن على سبيل المثال الشرب اللي هو الخمرة المسكرة بتجعله يفقر، يقعد يشتري على طول كتير كتير ومدمن في شرب هذا الخمر، فيجعله أو تجعله يفقر. والذي يحتقر اليسير يسقط شيئا فشيئا. يعني حتى لو الواحد قال مش مهم الشوية الصغيرين دولت نشربهم والموضوع مش هيبقى مشكلة يعني، لكن بيقول لك شيئا فشيئا يسقط، يعني شوية شوية يدمن، شوية شوية ايه يدمن. علشان كده العريس اللي بيجي للبنت وبعدين يقول لها ده يدوبك السيجارة بس كده، معلش انا متأسف يا ريت تراجع عليه تاني، لألا السيجارة ديت مش عارفين فيها ايه، ثانيا السيجارة ممكن بسهولة تؤدي الى حاجة تاني. خدتوا بالكم؟ لأن تجار المخدرات بيسهلوا على المدمنين الإقبال على الشرب وليكن الأفيون أو الحشيش، أو دلوقتي فيه إدمان كيميكال يعني مواد مخدرة كيماوية، يعني بتتركب، ودي أخطر وأخطر، لأن هي بتلعب على الجهاز العصبي عند الإنسان، ممكن تتلفه تخلي الإنسان مش موزون كده، مثلا تفكيره مهزوز، تخليه الذاكرة تضيع منه، تخليه مش مركز في شغله، فتؤدي به إلى الفشل ثم إلى المرض العصبي ثم إلى الموت. فحكاية إيه؟ الذي يحتقر اليسير يسقط شيئا فشيئا. يعني الواحد رضي بحاجة قليلة، يعني زي ما واحد يعزم على التاني يقول له يا أخي ده بق صغير يعني ماشي حالك. لا، ما هو البق الصغير لو بق تاني وبق تالت خمرة مثلا هيدمنها، أو نفس واحد يلا ونفس تاني ونفسين الحكاية هتبقى إيه؟ كلها يعني إدمان. فأنا متأسف، أنا بكلم بصراحة علشان برضو ناخد بالنا، مش مهم نجوز البنت، لكن مهم نجوزها صح، لألا بعد يوم يومين أسبوع نقع في مشكلة وحلوا انتوا بقى. كان المفروض نفكر الأول بطريقة كويسة. طبعا الإدمان والحاجات دي دلوقتي ليه علاجه، يعني بنعالج في المصحات والمراكز العلاجية، بس بنغرم كتير قوي علشان يتعالج. المشكلة الكبيرة ان هو ممكن ما يكملش العلاج، يرجع او ينتكس بأي طريقة ان كانت، وده خطر جدا وبيجعلنا ان احنا ايه. اهلا، عاملة ايه؟ جدع، ماشي، شطورة. فيجعلنا ان احنا نغرم تاني وتالت. فمهم قوي ان احنا يعني برضو نقف وقفة، إحنا كأولاد الكنيسة أو كشعب نقف وقفة قدام الأمر الإدمان ده هوت، وعلى الأقل خالص ما نورطش البنت في واحد المفروض يتعالج الأول ويبقى ساق سليم، معلش، ونضمن ما يرجعش تاني برضو، لألا إحنا كده بدون حكمة بنبهدل نفسنا على الفاضي وخلاص. إن لم يكن عريس كويس يعتمد عليه ملوش في الحاجات دي. معلمنا سليمان الحكيم يقول الخمر مستهزئة المسكر عجاج، ومن يترنح بها فليس بحكيم. الحكمة اللي هي العقل، الواحد يضر نفسه يبقى مش عاقل، يبقى مش حكيم. بل إن من ضمن مشاكل الإدمان أو الخمر على سبيل المثال
الغدر يعني الخمر بتغدر بالإنسان، الإدمان بيغدر بالإنسان، خدتوا بالكم إزاي؟ ولذلك في سفر حبقوق يقول حقا أن الخمر غادرة، الخمر إيه؟ غادرة، تغدر بالواحد. أنا بس عاوز أقول لكم أن مشاكل السكر بالحاجات ديت أو الوصول إلى نقطة أن الواحد يسكر بالحاجات ديت بتعمل إيه؟ يعني أبونا نوح قعد شرب كتير عن غير وعي فسكر، فتعرى ابنه حام شاف عورته، طلع يتكلم مع ابنه كنعان ابنه قعد يتكلم، راح نوح لعن ايه كنعان. ايه السبب برضو الاولاني الاصلي؟ ان هو تعرى نتيجة الشرب الكتير، غلط برضو. ونتيجة الشرب الكتير للوط بنتيه الاتنين اخطأوا معاه بحجة ان يجيبوا نسل، برضو مش صح. بسبب شرب أمنون اللي هو أخطأ مع سمار، جه أبشالون أخوه انتهز إن هو بيترنح فقتله. وخد بقى عندك يا داود الملك، شوف تحلها إزاي بقى المشكلة دي. والواد أبشالوم انشق على أبوه الملك وعمل جيش، وأخيرا انتهت بحرب مات فيها. ما حبقوق النبي بيقول ان الخمر بتغدر بالشخص او بالاسره او بالكيان المتماسك، تغدر بيها. وكان في عبد اسمه زمري، العبد ده قتل الملك ايله ابن بعشاء في وقت ايه؟ ما هو ايه؟ سكران، انتهز فرصه وهجم عليه وقتله ملك. ويهودات شطورة طبعا، خلصت بني إسرائيل من من أليفانا قائد نبوخذ نصر اللي كان ناوي يغدر بكل إسرائيل ويهجم عليهم. فراحت له وبخديعة، هو شرب كتير، راحت قايمة عليه مخلص عليه وخلصت إيه إسرائيل، بس بإيه؟ بالطريقة دي. بل ان في الغلمان بتوع المقاطعات اليهودية اتجمعوا، كانوا وقتها عند الملك أخاب، وقتلوا الملك ومعاه 32 ملك تاني، بس استنوهم لما ايه؟ عملوا دماغ كبيرة قوي قوي قوي، ها، وتسلطنوا وراحوا نازلين عليهم. يعني كام ده؟ 33 ملك، منهم الملك بنهدد اللي هو الأرام كبير قوي، وقتلوهم وقت ما ايه؟ وقت السكر والخمر ده. بل ان في سفر المكابيين يتقال ان في واحد اسمه بطلماوس قائد أريحة، للأسف الشديد انشق على رئيس الكهنة سمعان ويهوذا ابنه، خدتوا بالكم، وموتهم برضو في حال ما ايه؟ ما هم كتروا من حكاية الشرب ده. الغلط غلط، يعني مش مرتبط بشخص، لما يبقى في حاجة غلط نقول ده كان غلط، الباقي بقى على ربنا هو يحكم بطريقته، لكن الغلط غلط. والغلط ده أدى إلى غلط تاني. حكاية برضو ان الواحد ما يستهونش بالحاجة الصغيرة، ليه؟ ده حتى السيد المسيح اشار ان الحاجة الصغيرة ديت ممكن تفسد الامر. يعني قال لك ان الثعالب الصغيرة اللي بتخاف من اقل حاجة، وصغيرة ما فيها مش كبيرة، يعني يقول لك الثعالب الصغيرة تفسد الكروم. الكروم ديت 100 فدان 200 فدان،
شوفوا لما يكون مساحتها قد ايه، انما ثعلب صغير يدخل ها ياكل ويجرح في الكرمة اللي في الارض دي كلها، ثعلب صغير. يعني الواحد المفروض ما يحتقرش الشيء الصغير، لازم يأمن ويحصن نفسه. واحنا كمان يا احبائي نحصن انفسنا واولادنا من امور قد تضرهم في المستقبل. مش صح انك انت تقولي للولد انزل العب تحت كده وهيص تحت في الشارع، خلاص بيعرف حاجات غريبة بدون انت ما تعرفي، لما يتمكن من ممارستها هيمارسها. خدتوا بالكم ازاي؟ انما كويس منك انك انت تقولي له يلا احنا هنبقى نروح الكنيسة نرنم ونلعب ونتعلم وكل حاجة، مكان آمن. انما الشارع مش مكان آمن، علشان ما نستهونش بالحاجات دي. او انت مثلا تروح الشغل وسايبه الاطفال بطريقه غير امنه، برضو ناخد بالنا من الامر ده، ما نستهونش ونقول انا هقفل الباب عليهم، ده انا هتصل بيهم كل شويه. برضو لابد انك انت تستامني وجود اطفالك وبناتك جوه الشقه في غيابك. ازاي؟ دي عليك انت يعني تتصرفي، لكن مش هنضحي باولادنا. الآية اللي بعد كده تقول الخمر والنساء تجعلان العقلاء أهل ردة. أصل خدوا بالكم الإدمان غالبا يعني بيبقى مرتبط بخطية الفحشاء أو الزنا، فالاتنين دولت بيجعلهم الإنسان اللي كان عاقل وإنسان كمل ها أهل ردة، يعني حيرتد عن القيم المجتمعية، القيم الأخلاقية، القيم الروحية، الوصايا الإلهية، حيرتد يعني يحصل له كونفرتد يعني ارتداد. فتبص تلاقوا ان الاثنين مرتبطين ببعض. فإحنا كأرباب أسر لابدنا عينينا في رأسنا تجاه أولادنا وأزواجنا، برضو الزوجة تاخد بالها من الزوج، تريحه بقدر المستطاع وتاخد بالها منه على الأقل ممكن نلحقه، على الأقل ممكن نلحقه في البداية يعني. وتسابونا يجري عليه خادم متخصص يجري عليه يقول له لا بلاش الطريق ده، لألا انت هتنضر ضرر كبير وبيتك وأولادك مثلا. فنكون يعني الموضوعات دي احبها نحطها في بالنا، نحطها في بالنا ما نهملهاش، ما نهملهاش، دي مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا من اولادنا في الامور دي، لان دلوقتي الامر ده انتشر وبيتباع بسهولة، الحاجات دي المخدرة بتتباع بسهولة وانتشرت بطريقة برضو محتاجة يعني كنترول عليها من قبل جهات أمنية وجهات مسؤولة في الدولة وكده. ده موضوع صعب، بيضر بالأسر والمجتمع وبيضر بالفرد وإنتاجيته في الشغل بتاعه. الإنتاجية بتاعته ممكن تقل، بعد ما كان يقف على المكنة مثلا 8 ساعات يلاقي ساعتين كده ويجي نايم على طول. ليه؟ لأن مش مركز، بتعمل له الحاجات، بتعمل أنيميا، بتعمل فقر دم، بتعمل حاجات مشاكل كتير، حاجات أمراض عصبية كده. ولذلك معلمنا سليمان الحكيم يقول إيه؟ لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم. ده كلام جميل، ده كأنه دكتور سليمان الحكيم، ده كأنه طبيب وفاهم. بقول لك ما تبقاش بين المتلفين أجسادهم، لأن الأجساد بتتلف. والسيد المسيح له كل المجد يقول إيه؟ احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. ده المسيح بيكلمنا عن حكاية الإدمان، بيقول لنا احترزوا
لأنفسكم. الواحد ياخد باله من نفسه أو من الناس. حد يعزم عليك بحاجة قول له متشكرين، يعني مش لازم تجامله وتقول معلش أصله اضطريت أجامله، لا ده غلط. احترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر الحاجات المسكرة وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، يعني اليوم الأخير. يعني في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 12 كمان الحاجات دي بتفقد الإنسان الحياة الأبدية. معلمنا بولس الرسول بيقول لأهل غلاطيا 5 بيقول لهم إن الناس الأشرار فيهم حسد وقتل وسكر وبطر، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله، لا يرثون ملكوت الله. هو بغض النظر يا أحبائي عن المشاكل اللي قلتها لكم واللي بسبب الحاجات دي غياب العقل ده، لكن في أمانة ربنا عطاها لك، لازم نحافظ على الأمانة علشان نسلمها له. ايه هي الأمانة؟ سلامة جسمك، يعني الجسم ده اللي خلقه ربنا وأوجده وانت من خلاله تصنع حاجات رائعة وجميلة نافعة، فانت تتلفه يجي يقوم بالشغل ما يعرفش يشتغل، تيجي تأكل ولادك ما تعرفش تأكل ولادك، تيجي تشوف مصالحك ما تعرفش، بتتلف الجسد اللي ربنا خلقه على صورته كمان ومثاله. في حلاوة أكتر من كده ولا جمال أكتر من كده؟ نيجي إحنا نهمل هذه الأمانة. ده معلمنا بولس الرسول بيقول اهتم بجسدك وربيه. ربيه يعني إيه؟ يعني خليه صحيح، عوده على كل تصرف كويس، عوده على كل عادة كويس، عوده على كل سلوك كويس. من خلاله احنا بنحافظ على صورة الله ومثاله اللي هو الجسدك. انا اقصد الجسد بالنفس والروح والعقل، يعني هو ده الاقنوم البشري، هو كده نفس جسد روح، فنحافظ عليه. لألا لو ما حافظناش عليه لا نرث ملكوت الله. بغض النظر عن الامراض دي اللي جايه من حاجات تاني، خدتوا بالكم ده امر تاني، لكن انما انا ما اقصدش اتلف الجسد، انا ما بقاش تحت سبق الاصرار والترصد اتلف الجسد، تبقى ده غلط. يعني فيش امانه مني على جسدي. يقول كمان والذي يخالط الزواني يزداد وقاحه، السوس والدود يرثانه والنفس الوقحه تستأصل. الخطايا اللي بمثل هذا الشكل بتدي شيء من السيطرة على الإنسان وفكره ومشاعره. تبص تلاقي الشخص يقعد يكلم البنت أو كده بالخمس ساعات، وفي إيه الموضوع؟ أصل هو معلمنا هوشع النبي يقول إيه؟ الزنا والخمر والسلافة تخلب العقل. تخلب العقل يعني تشده، تجذبه، توظفه للموضوع ده. إيه الموضوع ده يعني؟ إيه ما هو الداعي لكده يعني؟ خدتوا بالكم؟ والبنت ممكن تقعد بالساعات الطويلة تكلم حد. برضو لازم نقرب بالراحة كده ونسأل وإيه الأخبار وفي إيه بالراحة برضه، علشان نقدر ننقذ ابننا أو بنتنا، أو نقدر ننقذ الزوج نفسه أو ننقذ الزوجة نفسها. خدتوا بالكم؟ ننقذ بعض. خدتوا بالكم إزاي؟ وبالتالي بيقول لك السوس والدود يرثانه، يعني الأفعال اللي هي التي لا تمجد الله، إيه النتيجة بتاعتها؟ مفيش نتيجة كويسة.
الجسد الذي تتحرك به يمينا ويسارا في الآخر السوس والدود يرسانه. خدتوا بالكم؟ والنفس الوقحة تستأصل، يعني ما نحبش نفتكر الإنسان اللي كان شرير قوي ده وأعماله وحشة، نفسه بتستأصل من ذاكرة التاريخ وذاكرة المجتمع. ولذلك السيد المسيح يقول أكنزوا لكم كنزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ. على فكرة السيد المسيح كان يعني هو اللي واضع وصايا العهد القديم بالوحي الإلهي، وهو واضع وصايا العهد الجديد، فتلاقي كتير من كلمات السيد المسيح متناسقة مع وصايا العهد القديم زي ما بنحكي دلوقتي. أحد الشيوخ الرهبان يقول إيه؟ يعني وجه طاقاتك للخير، وجه طاقاتك للخير، ما تجريش ورا حاجات ما لهاش لازمة أو حتضيعك أو يعني ليس لها أي فائدة. فبيقول وجه طاقاتك للخير يعني. فبيقول على سبيل المثال إيه؟ من يريح آخر في ضيقته فله أيضا من يهبه راحة الحياة. يعني عاوز تكسب الحياة الأبدية بسهولة خالص، اعمل محبة مع الآخر تريحه، ربنا حيريحك برضو في الآخر. والسيد المسيح قال كده، قال أن الناس الضعاف أو اللي انت ساعدتهم هيستضيفوك هناك في المظال الأبدية، هيستضيفوك ويقبلوك في المظال الأبدية. كمان في أب يعني من الآباء الرهبنة اسمه أبي فانيوس. الأب أبي فانيوس ده بيقول لنا معلومة غاية الجمال والروعة. بيقول لنا على فكرة ربنا بيحبنا جدا وعاوزنا ليه على طول، لدرجة ان هو رخص الملكوت قدامك الى ادنى حد، يعني ممكن تشتري الملكوت بادنى ثمن. فجابها ازاي ديت؟ بيقول ايه؟ بيقول ان الرب الهنا يبيع ملكوته للناس بشيء زهيد، بكسرة خبز، بثوب بال، بكأس ماء بارد، بفلسا واحدا، وذلك إذا أن الإنسان قدم بحكمة. يعني مثلا أقول لك حاجة، هي الست الأرملة دي تقدمت إيه؟ فلسين تدخل السماء بيهم، أهو حاجة بسيطة خالص. طيب كنت مريض زرتموني، تروح تزوره وتتعاونه وتسأله بحكمة على الشخص، تبقى السماء مستنياك. دي فيها تعب ديت، يعني أمور بتمن بسيط زي ما هو كأس بقى بارد، كأس الماء البارد ده لو حد طلبه وهو محتاج لكأس الماء البارد بتدهوله، أنت بتكسب السماء، تكسب الإيه؟ السماء. ولذلك الكلام صح، مش غلط يعني، من القديس أبي فانيوس. كمان الآية تقول من أسرع إلى تصديق فهو خفيف العقل. يعني لما تلاقي واحد يصدق اي حاجة عقله يبقى خفيف، يعني يسمع اشاعة يصدقها، يسمع كلام يصدقه، يسمع اي حد يقول له حاجة يصدقه. ده يشوع بن سيراخ بيوصف الشخص اللي هو بيصدق اي كلام ده بعقله خفيف، ما هوش رزين بيفكر او بالعقل يعني يقبل الكلام ده. وياما في مشاكل مجتمعية كتير وأسرية بتحصل نتيجة يعني إشاعة كلام، إشاعة كلام، أو نتيجة إن اللي بيحب يفتن يقول معلومة لواحد والواحد ده يصدق على طول. طب ما تصدقش على طول، استنى شوي، يعني اسأل طيب الأول، اتحقق الأول، ما تصدقش أي حاجة. ده السيد المسيح يقول لنا خدوا بالكم من الشخص اللي بيصدق أي كلام ده. يقول إيه؟ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك
فلا تصدقوا. يعني لغاية دلوقتي بيطلع مسيحاء كذبة، خدتوا بالكم؟ فلا نصدق. هو المسيح قال لنا ما تخلكمش عقلكم خفيف، خليكم يعني بالعقل تفهموا الأمر، إنما ما تصدقوش أي حاجة. ده كمان معلمنا بولس الرسول بيقول طب افحص الأمر وادرسه وبعدين شوف تصدق ولا ما تصدقش. بيقول لنا أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. لأن ممكن واحد يجي مثلا يقول لحضرتك معلومة غلط، سواء في الإيمان أو في العلاقات العامة أو كده، لكن لابد أنك أنت تمتحنها، يعني تختبر الكلام ده هل يتعقل، هل نصدقه. خدتوا بالكم؟ هو بس الخطورة بتيجي منين في الموضوع ده، هو أن اللي هو بيكلمك عاوز يسبق عليك الموضوع، ما يخلكش تفلفص تصدقه غصب عنك. هنا الخطورة، هنا ده في خطورة هنا. بس الآباء الرهبانة يعلمونا، يقولوا لنا طولة البال تهد الجبال، يعني طول بالك برضو واستفهم أو اسأل، ممكن تستكشف الزيف. خدوا بالكم يا أحبائي، يعني إحنا كلنا فينا روح ربنا. لو إحنا طلبنا روح ربنا يرشدنا أولا، حيفتح لنا الأمر، حيرشدك، حيخليك تستكشف الكذب أو الزيف أو الخداع. خدوا بالكم، لأن روح الله القدوس اللي جواك يعني بيعمل فيك، مش ميت ولا حاجة، لا ده حي. هو بس معلمنا بولس الرسول يقول لنا كونوا حرين بالروح، يعني دايما فكركم وبيت ربنا قدامكم، كلمة ربنا نسمعها، نصلي في البيت، الروح هنا القدس يبقى حار نشيط يعني. لكن هو بيقول لنا امتحنوا أي كلام نسمعه يا أحبائي، نمتحنه، ما نتسرعش بسرعة ونندفع وناخد قرارات هامة جدا بناء على ما سمعته، ودي خطيرة جدا مع المسؤولين على فكرة. يعني ممكن المسؤول يجي له معلومة، طيب هو اللي قال له المعلومة دي جابها من واحد تاني، طيب اللي بيكلمه ده ثقة خلاص. ممكن المسؤول يجي واخد قرار، أتاري الإيه الأساس إيه، يعني الأساس رهيف أو مالوش أساس أساسا، فتلاقي دي خطيرة جدا، يعني بتبقى بتواجهنا أحيانا المشكلة دي. ولذلك المفروض اللي يكلم المسؤول يكون يعني صادق ومتحقق قوي، بدل ما يورط إيه المسؤول. ما هو المسؤول يقول لك أنا عرفت كذا، طب إزاي معقول اكتشفنا كذا كذا، تبقى مشكلة برضو، مشكلة عند المسؤولين. يعني الآية بعد كده 5 تقول الذي يتلذذ بالاسم يلحقه الوصم، الوصمة يعني زي ما تقول إيه فلان الفلاني ده جاب وصمة عار، لا قدر الله يعني. يقول لك الذي يتلذذ بالاسم يلحقه الوصم، والذي يكره التكلم يقلل الذنوب. أحسن، ده قلة الكلام كويسة، قلة الكلام ايه كويسة، او الواحد لو اتكلم يبقى مقلة ودل وخلاص. احد الاباء الشيوخ يقول كما ان عيني الخنزير تنظران الى الارض ولا يرفعهما، كذلك كل من احبت نفسه اللذات العالمية فبصعوبة يرفع عقله الى الله ويهتم بشيء مما يرضيه. يعني تبص تلاقوا الإنسان اللي بيتلذذ بالاسم وبالشرور وبالخطايا، ده
بيبقى مشكلة كبيرة. خدتوا بالكم ازاي؟ والآن بارسانيوس معلم أولاد الملوك يقول: تكلمت كثيرا فندمت، أما عن السكوت فلن أندم إيه قط. قلة الكلام كويسة، ولما تيجي تتكلم هيتسمع لك لأنك أنت فين وفين على ما تقول رأيك. بتكون أنت فاهم وعارف وسمعت كتير، ممكن تقول رأيك في الآخر، يبقى الكلام القليل أفضل. يقول: لا، الذي يخطئ إلى نفسه يندم، والذي يتلذذ بالشر يلحقه الوسم. هو بيعيد الآية اللي كانت قبل كده يعني، بس هو الجديد بيقول: الذي يخطئ إلى نفسه يندم. خدوا بالكم هنا بيشير لشيء يا شعب نسراخ، إن اللي بيخطئ بترجع له هو الخطية، مش لغيره يعني. الذي يخطئ إلى نفسه يندم، يعني خطية الإنسان بترجع ليه هو مش لغيره، يعني الخطية ضد النفس. لكن حكاية الوصمة ديت زي رقعة على التوب الجديد، والسيد المسيح يقول: لا ينفع أن توضع رقعة قديمة على ثوب إيه؟ جديد. ما ينفعش، لأن دي وصمة بتتبان، تبقى باينة في الإنسان، بيشوه التاريخ بتاعه، أو الوصمة دي بتشوه التاريخ بتاعه، شيء صعب شوية. كمان يقول يا شعب نصراخ: لا تنقل كلام السوء فلست بخاسر شيء. يعني مثلا سمعت حكاية مش كويسة، يعني لا انت ليك دعوة بيها ولا هي ليك دعوة بيك، سمعتها واحد قال لك حكاية مش كويسة على شخص، على ناس، على بتاع، يشوع بن صراخ بيقول لك ما تنقلش الكلام ده، الحكاية دي، لحد تاني، فمش هتخسر حاجة لو انت ما اتكلمتش بيها. يعني انت مش مطالب انك انت تصلحها، انت بعيد، ده انت سمعت زي كل الناس ما سمعوا، بس برضو من المروءة انك انت ما تقولهاش لحد تاني، لان مش هنقعد نقطع في سير الناس وجتتها، يعني نقعد نقول ده انت سمعت حصل كذا، وانت سمعت اصلا سمعت كذا كذا، لا بلاش. لا تنقل كلام السوء فلست بخاسر شيئا، يعني انك انت مش هتخسر لو التزمت الصمت. وبعدين على فكرة السكوت أفضل. بيقول أحد الآباء: إن كان لسانك غزيرا بحركاته فقد انطفأت من قلبك الحركات الطاهرة، أما إن كان لسانك ساكنا وقلبك يغلي بالحركات الطاهرة بالصلاة يعني، فطوباك، لأن حركته بالروح ترفعك إلى هدوء الحياة. سكت لسانك ليسكت قلبك، وسكت قلبك ليتكلم فيه الروح. ده أحد الآباء الشيوخ، لربما هو الأنبا بولا أول السواح اللي بيقول: سكت لسانك ليتكلم قلبك، سكت قلبك ليتكلم الله. كلام جميل. فالهدوء والسكوت أفضل. يقول كمان يا شعب بن صراخ: لا تطلع على سرك صديقك ولا عدوك. يعني انت عندك اسرارك ما تخرجهاش، بمعنى اصح كده. طيب، في احد السيدات المباركات بتحب يعني تتكلم، يعني ما فيش مانع، طيب خلاص طلعي اسرارك لأب الاعتراف، هو امين على اسرارك، ابونا يعني. إنما برضو ما نطلعش أسرارنا لحد خالص. ده بيقول هنا يشوع بن صراخ: حتى لو كان صديقك ما تقولوش سرك طبعا، ولا عدوك ده أكيد، بس حتى لو صديقك معلش فيش حاجة، يعني أنت مش هتغلطي لما تلتزمي بأسرارك. ليه؟ لأن دي حاجتك الشخصية،
الاي دي الشخصي بتاعك، يعني الحاجة بتاعتك الشخصية. زي ما واحد مثلا يطلب من حضرتك يقول لك البطاقة كده، تقول له ليه حضرتك عاوز البطاقة؟ خدتوا بالكم ليه انت حضرتك طالب البطاقة؟ ده الاي دي بتاعي ليه يعني؟ يقول لك اصل انا من الامن، معاك ما يثبت اي طلع كارنيه ضابط في البوليس ولا بتاع. خدتوا بالكم؟ طب اتفضل كده. انا مش اي حد يعني، من حقك تحتفظ بشخصيتك او باسرارك، ومش غلط انك انت تحتفظ بيها. ولا انت علشان يعني بحكم الصداقه يعني ايه يعني، هو القصد ايه؟ توطد الصداقه ديت بانك انت تطلع اسرارك وتخرج ما في دلوك؟ مش صح. مش صح. يقول لك ولا تكشف ما في نفسك لاحد، وان لم تكن فيك خطيئه فانه يسمعك ثم يرصدك ويصير يوما عدوا لك. يعني كفينا الشر لما الصديق يتحول لعدو، يبقى صعب قوي يبتدي يطلع الاسرار وكده. يعني لولا ان شمشون لما تصادق مع دليله قال دي دليله دي بقى معايا ومش عارف ايه وجمال والمش عارف، وهي غريبه عنه من شعب غريب، فطلع لها اسراره. قال لها بتقول القوه بتاعتك الجامده دي منين؟ قال لها في شعري هنا. ده لو حد قصقص شعري، خدتوا بالكم؟ لو حد قصقصه يبقى مفيش قوه. قالت له صحيح. طب تعالى يلا كتفوه. وبعد ما ايه قصقصت شعره جم يكتفوه، لا قومت بيتكتف عادي، يعني مفيش قوه راحت منه. لان النذير يا احبائي من ضمن الانس يعني شروط الانسان النذير في العهد القديم ان لا يمس الموس شعر رأسه. فهو قدم لها الحل السر في قوته لأنه نذير. قالت له خلاص تمام كده. فراحت قصقصت له شعره وهو نايم، أكيد مش نايم نوم طبيعي، أكيد يعني روقته ولا شربته. فهو نام، فمش حاسس، مش سامع حاجة. يعني المقصات بتاعت زمان مش زي دلوقتي. ده أكيد مقص كبير كده يتمسك بإيه؟ بالإيدين الاتنين. فأكيد ده بيريح في النوم خالص. ما الخطية تجيب مشكلة يعني. ففعلا اتقص شعره وراحت قوته. يقول إن سمعت كلاما فليمت عندك. يا كلمة جميلة جدا يا أحبائي. يعني لو سمعت حاجة خلاها تموت عندك، يعني عشان ما تستخدمهاش تاني او ما تقولش الكلام ده تاني لحد. بمعنى اصح انا بقول لكم يا احبائي، حتى لو حد عاوز يفضفض ولا يتكلم فيش اي مانع، بس يبقى مع انسان قمه في الامانه. ليس هناك افضل من ابائنا الكاهنه الحافظين على اسرار الناس، ومن خلال ايضا سر الاعتراف. يعني ده امر مسلم بيه يعني. فبقول لك إن سمعت كلاما فليمت عندك، ثق فإنه لا يشقك. يعني لما تموت الحكايات دي اللي انت سمعتها جواك، تأكد إن هو مش هيلومك الكلام ده. لو انت خرجته لحد أو حكيت بيه ممكن يقول ده فلان اللي قال وكده، وتلاقي نفسك في وضع إحراج كبير. يقول الأحمق يمحص متأسف. الأحمق يمخض بالكلمة مخاض الوالدة بالجنين. يعني الإنسان اللي مش حكيم، يعني إيه من هو الأحمق؟ هو الإنسان غير الحكيم، غير العاقل، غير الضابط للسانه وفكره ومشاعره، غير الضابط والمنضبط في تصرفاته. أهوج يعمل أي حاجة، يعمل تصرف مش عاقل. فهنا الأحمق يمخض بالكلمة مخاض الوالدة بالجنين. يعني انتوا عارفين الست اللي هي هتولد ما تبقاش مستريحة، هي عايزة تولد بأي طريقة، ولو جالها الوقت المحدد إن شاء الله تكون في الأتوبيس، يعني ما هو لازم تولد. هكذا الإنسان الغير حكيم لو عنده كلام جواه عاوز يطلعه بأي طريقة وفي أي وقت ومع أي ناس، إن شاء الله لو ناس غرب
تلاقي الشخص يحكي للناس الغرب أسرار البيت بتاعه، ده مش كده برضو؟ ده غلط. إنسان غير حكيم عنده الكلام عايز يخرجه في أي وقت ولأي ناس ولأي جلسة وفي أي مكان، أهو بيبقى زي الست اللي عايزة تولد مش بتفكر في حاجة غير إن هي تولد، مش كده برضو؟ من الألم من كده شيء طبيعي. يقول الكلمة في جوف الأحمق قنبل مغروس في فخذ لحيمة. لحيمة يعني انت عارفين النبل لما يبقى مغروس يعني يدخل خطأ في جسم الإنسان، زي مثلا واحد بيصطاد سمك بالصنارة، هو بيعمل كده الصنارة جت في إيده هنا دخلت جواه مغروسة في لحم إيده فبسرعة يطلعها. هكذا الإنسان الغير حكيم عنده كلام مش صابر عليه عايز يطلعه زي ما قلنا بأي طريقة وبأي شكل وفي أي وقت ولأي ناس. طب دي حكمة ديت وده غلط، ده إيه غلط. ولذلك نلاقي الإنسان الحكيم لا يبيح بالأسرار، لا يكرر الحكايات اللي سمعها، لا يتكلم على الفاضي والمليان، لا يستأمن اللي قدامه في نقل أسراره إليه. يعني إنسان حكيم واخد بال، إنما اللي مش حكيم زي الأمثلة اللي قلناها ديت، يعني لا يهدأ إلا لما يتكلم طبعا، وبتحصل مشاكل كتيرة من مثل هذه النوعية. لكن ربنا يسوع المسيح له كل المجد، وآيات الكتاب المقدس بتعلمنا كتير وتعلمنا حاجات حلوة نفعل حياتنا ونفع أيضا لأولادنا وبيوتنا وأسرارنا. ربنا يبارك حياتكم، لربنا كل مجد دائما أبديا آمين. تعيش سيدنا وتعلمنا، وكل يوم اثنين الساعة 5:30 بنشرف هنا، سيدنا بيجي يبارك لنا الساعة 6. نرجع تاني للطنبولة اللي اتحرمتوا منها بقالكم كذا أسبوع. السيدة فريدة نظير، السيدة عطيات جبلة، والسيدة مجدة ملك، السيدة نادية لطف الله، أهو السيد لطفي نعيم آخر واحد هناك خالص، السيدة فريدة جاد الرب، والسيدة جمالات عياد أي هناك، والسيدة عطيات الشهيد مينا. يعني ايه عطيات الشهيد مينا؟ نعم ابوك اسمه الشهيد، السيدة رضوى دانيال. خلاص كده ولا لسه تاني؟ لسه واحدة سيدة برضو، السيد سمير إبراهيم. تعيش السيد ويجيب لنا هدايا، وكل سنة ونيتك طيب وعد الأيام. تفضل نصلي. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اكفنا أعطينا اليوم،
المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم.